أنا اسمي محمد أمير راشد من سوريا من المرجف بحلب وأنا إلي بتركيا 4 سنين ونص وحلمي بصير محامي لدافع عن المظلومين. كنت بسوريا الصف الأول ولمن صار الحرب طلعنا على تركيا ورفقاتي هاجروا البلد وراحوا على غير أماكن ما بعرف عنه شيء. الناس لازم تروح على المدرسة وتتعلم وتتنور لأني العلم نور والجهل ظلام. فما مثل الحرب لكن أنا أشطر طالب سوريا بس لكن قامت الحرب طلعنا على تركيا صرت بطلع الثالثة والرابعة. بدي أصير محامي مشان أدافع عن المظلومين وبدافع عن حقوقهم.